رحمة الله وبركاته. تعالوا نشوف الأحوال الجوية في الجزائر. أجواء غائمة وموجة برد شديدة. تعالوا نسمع أتمنى من أخوان وأخواتي وضع اللايك والاشتراك في القناة. لولاية النعامة، أكيد هذا المنظر الطبيعي عبر عن جمال بلادنا الجزائر. إذا الوضعية المرتقبة مع فجر الخميس إن شاء الله، استقرار جوي راح يبقى في الموعد، سحب كثيفة دون فعالية على طول الشريط الساحلي، ولاية الداخل يحتوي ولاية الهضاب العليا، الصفاء كذلك راح يكون في الموعد على أغلبية الولايات الصحراوية. إذا درجة الحرارة مع فجر الخميس إن شاء الله تبقى درجة حرارة منخفضة، حنسجلوا درجة تحت الصفر على البيض مشرية ونعامة حتى الخطر رابط مع الجلفة والغوات، ناقص درجتين على سطيف باتنا خنشلة أريس، ناقص واحد درجة تبقى البرودة في الموعد على البويرة على الشلف، ونسجلوا ناقص درجة صفر درجة على قسنطينة على أم البواقي، درجتين على وهران المستغان من سعيدة، ترتفع مقياس درجة واحدة على تلمسان على الغزوات، تبقى كذلك درجة حرارة منخفضة، البرودة تبقى في الموعد على أغلبية الولايات الصحراوية، وهذا نتيجة إذا تمركز منخفض الجو على أغلبية الولايات كما سبق وذكرنا يلحق حتى الولايات الصحراوية، 5 درجات على أدرات، درجة واحدة على تندوف، 6 درجات على تمراس، 8 درجات إذا على عين صالح، 0 درجة على ورقلة توغرت حاسيم سعود وحاسي بركين كذلك، و11 درجة بأقصى الجنوب برج مجي مختار عين قزام عين أزوا وأبليسا. إذا الوضعية المرتقبة بعد ظهيرة الخميس إن شاء الله، سحب من النوع العالي المتوسط، أجواء نوعا ما غائمة على الولايات الساحلية الوسطى الشرقية الغربية، كذلك أجواء غائمة على ولاية الهضاب العليا، رياح قوية على إذا البيض مشرية ونعمة وتراوح من 30 حتى 40 كيلومتر في الساعة، زوابع رملية الحيطة والحدب على وسط الصحراء إليزي، كذلك سرعة الرياح على العموم تراوح من 30 تلحق حتى 60 كيلومتر في الساعة. إذا بالنسبة لدرجة الحرارة بعد ظهيرة الخميس إن شاء الله 12 درجة سجلوها على ولاية الهضاب العليا، 12 حتى 8 درجات مئوية، 12 درجة على البويرة، 10 درجات على قسنطينة، 14 درجة على أغلبية الولايات الساحلية الشرقية، 20 درجة بوسط الصحراء، و 31 درجة أقول بأقصى الجنوب. للملاحة والصيد البحري، البحر على العموم راح يبقى مضطرب هائج على أغلبية السواحل الشرقية، قليل اضطراب على سواحل تنس دلس، يعود يرجع مضطرب على السواحل الغربية مع اتجاهات رياح مختلفة.